هذا مسعى إنساني. البشر كلهم من حقهم ماذا أيها الإخوة؟ أن يتعاطوا مع ماذا؟ مع القلم والورقة والحرف، من حق الكل لكي يتحرروا، لكي يستعيدوا بشريتهم، إنسانيتهم بالأحرى، آدميتهم. أنا دائما أقول علينا أن نستفيق من وهم أننا خلف وأننا امتداد لهذه الأمة الإسلامية. بأي معنى؟ بأي معنى؟ احنا كل سنة نقرأ عن إحصائيات، دراسات أيها الإخوة وميدانية، نسبة معدل قراءة الفرد العربي في السنة، احنا السنوات 3 دقائق في السنة، العربي يقرأ في السنة معدل 3 دقائق، في سنة ربما قبل سنتين 6 دقائق، كارثة في السنة 6 دقائق. وعلى فكرة هذا هو سر أن من العرب، لا أقول عربي أسلوب نفسي وأجلد نفسي، لا، لكن من العرب، وهذا كثير خاصة في العامة والجهلة، من لا تجد في أمة أخرى انتفاجاً وانتفاخاً وكبراً وغطرسة كما تجد إيه لديهم. والسبب الجهل، والأمة لأنه جاهل، جاهل لا يعرف التواضع ولا قيمة الحج والبرهان ولا قيمة المفكرين، إلا العلماء يا أخواني، إلا الأذكياء الدارسون. لكن هؤلاء الحمقى بيظن نفسه هو مؤهل ولائق أنه يناطح أكبر فيلسوف في العالم، هو مش عارف يكتب اسمه، يقرأ 6 دقائق في السنة وعامل حال مفكر، وهذا بيعجبني وهذا بيعجبنيش ووجهة نظري ورأيي. وطبعا الفرصة متاحة، يعلق على الفضائيات ويكتب في النت ويصدق حاله في الجاهل، لأن الدكتاتوريين الطواغيت الطغاة عبر العصور يعلمون أن أخطر سلاح يواجهون به هو سلاح الكلمة، سلاح المكتوب، نون والقلم وما يسطرون أيها الإخوة، سلاح الفكر، لأن الفكر لا يفك أغلاله إلا المعرفة. المعرفة تأتي عن طريق ماذا؟ القراءة، حتى المشافهة أساسه في نهاية المطاف ما تقرأ ما يقرأ، أهم شيء القراءة. ألبرت أينشتاين كتب مرة يقول يمكن ضبط الناس والجماهير أيها الإخوة إذا كانت تشكل قطعان من إيه؟ من الأغنام، لكن قبل ضبطها لابد من تحويلها إلى أغنام أولا. الاستغنام، أنا أسميه الاستغنام، حولها غنم بعد ذلك أنت تضبطها كقطيع أغنام. يمكن أن نسمي ذلك الاستخراء في أي شيء تدرسه، حيث هي المشاكل الفكرية عقدية أيديولوجية ممنوع إلا فيما إيه؟ يعني يلعبون دور ما يعرف أو ما يمكن أن نسميه القارئ الأكبر. تعرفون البيج براذر وفي البيج ريدر. البيج ريدر هذا القارئ إيه؟ الأكبر، الذي يقول لك أنا أقرأ عنك بالنيابة عنك وأقرأ قبلك، انتبه، وأحدد لك بعد ذلك، أنا منخل غربال، ماذا تقرأ وماذا لا تقرأ. القارئ الأكبر، ما فيش شيء اسمه قارئ أكبر، يريدون أن يلعبوا هذا الدور السخيف الانتحاري، هذا دور انتحاري، من يلعبه سينتحر حقا. النقد، أن تمارس النقد، النقد يحرر الشعوب، يحرر الجماعات، يحرر الفرد، يحررني، يحررك، يحررك النقد.